هناك تنتشل من تحت الأنقاض. كيف لهذا الاحتلال أن يبرر بنك أهدافه المتمثل في عائلات كاملة كعائلة المدهون والطناني والعطار والرنتيسي وغيرها من العائلات التي هدمت بيوتها فوق رؤوسها جراء عدوان الاحتلال وقصف الاحتلال هذه الليلة وما سبقها من ليالي خلال هذا العدوان الممتد على أبناء شعبنا؟ أنا هنا وقبل أن أعرض الخسائر التي رصدت وسجلت في كافة مناحي الحياة هنا في قطاع غزة جراء هذا العدوان المتواصل، سأتحدث كشاهد عيان على هذه الجريمة. فأنا أقطن في المنطقة الشمالية الغربية لقطاع غزة والتي شهدت وقائع هذه المجزرة بكل ما للكلمة من معنى. وقد سمعنا كما كنا نشعر ونسمع أصوات القصف والتدمير، كنا نسمع صيحات التكبير من المنازل مقرونة بصيحات وصرخات الأطفال التي كانت تناجي الله عز وجل وتستغيث، وكذلك صيحات الجرحى الذين أصيبوا داخل منازلهم جراء شظايا القصف والعدوان المركز على مناطق كلها مناطق سكنية يفترض أنها مدنية ومحمية بحكم القانون الدولي. طفلتي وعمرها 5 أعوام تحت وقع الضرب والقصف كانت تقول لي: لماذا لا نذهب إلى مكان آمن ليس فيه احتلال؟ هذه الطفلة التي عرفت بالفطرة أن المشكلة ابتداء هي مع المحتل وليست مشكلة حقوق أساسية ولا احتياجات معيشية، مشكلة الشعب الفلسطيني ومعاناته تتمثل في هذا الاحتلال البغيض. ولذلك إذا ما أراد العالم أن ينهي مشكلة الشعب الفلسطيني عليه أن ينهي الاحتلال، وإذا ما أراد المجتمع الدولي أن يحل القضية الفلسطينية فليحل هذا الاحتلال وليحمل أشلائه وليتحرك وليخرج من أرضنا وليعود من حيث أتى هذا المحتل. في ضوء تواصل عدوان الاحتلال لليوم 5 على قطاع غزة، فقد تسجل في قائمة الشرف والشهادة 119 شهيد، منهم 31 طفل و19 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 869 جريح. وقد خلف هذا العدوان المتواصل خسائر طالت كل مناحي الحياة وقطاعاتها المختلفة داخل قطاع غزة بقيمة تقديرية أولية لمجمل الخسائر وصلت 73 مليون دولار وفق التالي. بلغ إجمالي الأبراج والمنازل التي جرى هدمها كليا جراء غارات الاحتلال 32 مبنى، فيما كان عدد الوحدات المتضررة بشكل كامل أي هدم كامل وبشكل بليغ لا يصلح للسكن حوالي 500 وحدة سكنية، وأكثر من 3500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي ومتوسط، ومجمل الخسائر في قطاع الإسكان وصلت إلى 25 مليون دولار. كما تم قصف وهدم 60 مقر حكومي، بلغت إجمالي الخسائر للمقرات الحكومية التي جرى قصفها وهدمها 10 مليون دولار. أما خسائر القطاع الزراعي المتمثلة في شبكات الري والمزارع الحيوانية وقصف الأراضي الزراعية والطرق الزراعية لمزارع المواطنين بلغت قيمتها التقديرية 5 مليون دولار، فيما كانت البنى التحتية والتي شملت شبكات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي بلغت إجمالي الخسائر في هذا القطاع 10 مليون دولار. وقد كان واضحا للجميع أن الاحتلال يتعمد بشكل مقصود المس بالبنى التحتية سواء على صعيد الشبكات للكهرباء وشبكات الطرق وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وقصفها بشكل واضح ومتعمد ومقصود، وهذا الأمر أثر على إمدادات المواطنين لهذه الخدمات الأساسية بالرغم من جهود البلديات وكل الجهات الحكومية في استمرار إيصال هذه الخدمات الأساسية للمواطنين. أما القطاع الاقتصادي فقد بلغت قيمة الخسائر التقديرية فيه 15 مليون دولار، تشمل العديد من المنشآت الاقتصادية والتجارية والتي كان آخرها ليلة أمس بقصف 3 مقرات لبنوك محلية. وأيضا في قطاع النقل والمواصلات جرى حصر قرابة 100 سيارة ووسيلة نقل تضررت إما كليا وإما بشكل جزئي بليغ، وقد قدرت قيمة الخسائر في هذا القطاع بحوالي 2 مليون دولار.
كان هذا إذا مشاهدينا جزءا من المؤتمر الصحفي الذي عقده سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وأعطى فيه حصيلة جديدة للخسائر البشرية والمادية. تحدث عن 119 شهيدا سقطوا حتى الآن، بينهم 31 طفلا، 19 امرأة، و 869 جريحا، وأشار إلى خسائر مالية تقدر قيمتها ب 73 مليون دولار في مختلف، وعدد كثيرا في الواقع من الخسائر في مختلف القطاعات. نعود إلى شبكة مراسلين.